السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه. كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه جديده ديال هاد المملحات اللي الاغلبيه كلشي كيبغيهم كيف ما كيتضح لكم. واحد المملحات اللي ساهلين وسريعين بالعجل المورق اللي كيوجدوا يعني في وقت قصير. هانتوما خليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش نتعرفوا على المكونات. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا عندنا هنا الفلافل مقطعين الوان احمر وخضر وصفر. ويمكن لكم تكتفوا غير بلون واحد الا ما عندكمش. عندنا هنا بصيله هنا مشلضه، عندنا الزبده، عندنا الطون، عندنا هنايا هاد توما بودر، وعندنا هنا لي زارب دو بروفانس والملحه والبزار. هادشي اللي فيها اولا الاعشاب المنسمه. كيف ما شفتوا معايا هنا في واحد المقيله غادي نديروا ديك الزبده ديالنا حتى تذوب، غادي نزيدوا نحركوها شويه حتى تذوب، غادي نزيدوا عليها شويه ديال الزيت كيف ما غادي تشوفوا معايا. يمكن لكم نتوما تكتفوا بحاجه وحده، يا زبده يا زيت. صافي غادي نحركوا مزيان بهذه الطريقه هذه، وغادي نزيدوا عليها هذيك البصيله ديالنا حتى تشحر وتهبط. ها هي غادي كذوب كيف ما كتلاحظوا. غادي نزيدوا على هذيك البصيله حتى تهود مزيان كيف ما غتشوفوا معايا، تتشحر لينا مزيان عاد باش من بعد نزيدوا عليها باقي المكونات كيف ما شفتوا. كنبقاو نحركوا فيها وندو نجيبوا. كيف ما شفتوا راه مقادير اللي هما ساهلين وما فيهم شي حاجه اللي هي ما كايناش اولا معقده، وكيوجدوا دغيا وكيجيو بنان بزاف. كيف ما شفتوا معايا درت شويه الثومه بودر، وغادي نبقى نحركها حتى غادي تهبط معايا ديك البصله تعسل ليا شويه اولا تهود. ها نتوما كيف ما شفتوا معايا عاد باش غادي نزيد هذوك المكونات الاخرين. هنا عندنا الفلافل الالوان، يمكن لكم تكتفوا غير بلون واحد الا ما عندكمش، واخا هما كيعطيو واحد المنظر وواحد المذاق عاوتاني يعني زوين حسن من غير الفلفله الخضراء. ولكن الا ما عندكمش نتوما غادي يمكن لكم تكتفوا بداكشي اللي عندكم موجود في الدار، ماشي بالضروره ديروا هادشي كله، المهم تقضيو باش المكان. صافي هنا غادي نبقاو نحركوا دوك الفليفلات مع البصله حتى يهبطوا مزيان. صافي غنزيدوا هنا هذيك الملح والبزار باش تشوفوا معايا حتى يعني التوابل اولا العطريه راه ما فيهاش شي حاجه، داكشي قليل. وبالنسبه حتى لهاد لي زارب دو بروفانس اولا الاعشاب المنسمه الا ما عندكمش يمكن لكم تكتفوا غير بالزعتر اولا اللي عندكم نتوما في الدار، ما عندكمش يمكن لكم تسمحوا فيهم. صافي كيف ما شفتوها هما هنايا راه طابوا هذوك الفلفله والبصله. هنا عندنا ثلاثه ديال الفرماجات اولا الجبن المثلث، ثلاثه ديال الفرماجات يمكن لكم تعوضهم بكيري اولا اي حاجه عندكم. هنا عندي شويه ديال فرماج حمر فرماج غابي. صافي كيف ما قلت لكم نحركوا هادو مزيان. انا هنا بالنسبه للفلفله والبصله كنبغيهم يكونوا طايبين مزيان، اللي ما كيبغيهمش يكونوا طايبين مزيان يكونوا باقيين شادين في راسهم يطفي عليهم قبل ما يوصلوا هاد المرحله. صافي هنا الطون دائما غادي نزيدوه على برا على العافيه باش يبقى له النكهه ديالو زوينه. كيف ما شفتوا معايا هادو الاعشاب المنسمه غادي نزيدوا واحد شويه حتى هما. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تكتفوا غير بالزعتر اولا اي حاجه عندكم كيف ما يمكن لكم تسمحوا فيهم لا ما عندكمش راه ماشي بالضروره، ولكن هما اللي كانوا كيعطيو واحد النكهه زوينه. صافي هنا غادي ناخذ واحد لافورشيت وغادي نبقاو نخلطوا مزيان هذا الفرماج مع هذا البصله وهذا الفلافل حتى ينسجموا لينا مزيان. مور ما غادي ينسجموا لينا كيف ما شفتوا غادي ندوزو هنايا غادي نديرو لاباط فوتي اللي هي جاهده اولا الورق اولا عفوا العجين المورق اللي جاهز يعني اللي كيتباع في لي باكي ديال الكوميرس ماشي اللي صوبنا في الدار. وانا غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديال لاباط فوتي اللي بغى يصوبها في الدار، راه كتجي حتى هي اكثر من روعه. غا هذا البنادم كان زربان اولا كيقضي به الغراض، المهم هو انسان يقضي باش ما كان كيف ما دائما كنقول لكم. صافي هنا غادي ناخذ شويه ديال الدقيق نديرو في لو بلون دو طرافاي اولا سطح العمل، غادي نسرحو مزيان بالمدلك كيف ما شفتوا معايا، نعطيوه الطول ونعطيوه العرض حتى تسرح يولي عندنا واحد المربع يعني هكا. بغيتو ديروا العجينه كلها ديروا، انا قسمت على زوج. نتوما يمكن لكم تخدموا هذاك المربع كله في خطره وحده، راه نتوما خدموا كيف ما ريحكم. وانتوما هنايا ديروا الشكل اللي بان لكم واللي بغيتو، انا هنا غادي ندير معكم هذا الشكل هذا، وانتوما كيف ما بغيتو ديروا الشكل يمكن لكم ديروهم صغار اولا كبار اولا كيف ما بغيتو. صافي هنا غادي نقادو له جنيبات نعطيوه يعني واحد يجي يعني واحد الكاري اولا اللي هو مقاد.
نقطعوا له كاع ديك الجنيبات مزيان، اي باش يجينا داك يعني الشكل ديالو مقاد وما يجيوناش عوجين اولا مديفورمين. كيف ما يمكن لكم نتوما كيف ما قلت لكم ديروهم على الشكل اللي بغيتو. صافي هنا غادي ناخذ واحد الموس ونعاودو تاني نقطعوهم نديرو فيهم مربعات صغيره. كيف ما قلت لكم هنا نتوما كتبقاو كتحكموا في الحجم والقياس ديال هاد المملحات اللي بغيتو كيف ما بغيتو نتوما، بغيتو تصغروا بغيتو تكبروا، وانتوما هنا احرار اللي بان لكم. المهم هو الفكره وانتوما ديروا اللي يعني اللي غادي يسلككم. صافي كيف ما شفتوا معايا غادي نبدا نقطع. انا غادي نقطعهم على ثلاثه تقريبا، غيعطيني هذا 6 ديال لي مورسو. وانتوما كيف ما قلت لكم ديروا اللي غادي يريحكم. صافي هنا غادي ناخذوا كل مربع بوحدو غادي نديروا فيه ديك لافارس اولا الحشو الوسط، نسرحوا غير واحد شويه، حاولوا ما امكن ما ترقوش بزاف الا بغيتوا داك الفويطاج يبان لكم، حيت كل ما رققتوا بزاف العجينه هذاك الفويطاج ما غاديش يطلع لكم. هنا حاولوا ما نعمروش بزاف ونحاولوا نسدوهم مزيان، حيت الا ما سديناهمش مزيان راهم كيتحلوا في الفران. واخا كنحاولوا ما امكن يعني نسدوهم ولكن كيتحلوا. صافي كيف ما شفتوا معاه هنا غادي نديرهم على شكل هكا مثلث. صافي وغادي نسدوهم. هنا الا بغيتو تسدوهم بشويه ديال الماء دهنوا الجوانب ديالهم بشويه ديال الماء. صافي هنا غادي نسدهم بحال هكا نقرصهم، غادي ندير لهم واحد الفرشيطه اولا شوكه باش غادي نسدهم مزيان من الجناب باش ما يتحلوش ليا. كيف ما كان الحال واخا كنسدهم راهم كيتحلوا انتوما شفتوا معايا. وهنا كيف ما قلت لكم نتوما يمكن لكم ديروا الشكل اللي بغيتو، دائري اولا على شكل شناك كيف ما درت سبق لي ودرت معكم في المملحه الاولى ديال لي بليب زيبيناغ اولا بالسبانخ. نتوما كيف ما قلت لكم هنا ديروا الحاجه اللي غادي تريحكم، انا درتهم على هذا الشكل هذا نتوما كيف ما شفتوا معايا شكل مثلث. وانتوما ديروهم على الشكل اللي بغيتو والحاجه اللي غادي تريحكم وتناسبكم. هنا غادي ناخذ واحد اللاطه غنفرش لها ورق ديال الطبخ وغادي نحطهم فيها، وغادي ناخذ هنا صفر ديال البيضه مع واحد نقيطه ديال الخل اولا كيف ما يمكن لكم ديروا شويه ديال صويا صوص اولا الصوجه اللي عندكم. غادي ندهنهم مزيان وما نحاولوا ما نوصلوش بزاف للجوانب باش يعني تنفخوا. هنا غيكون الفران سخون مزيان وغادي ندخلوه على تقريبا 200 درجه حتى ندخلوهم، عاد غادي نقصوا على الحراره ونشعلوا الفران غير من التحت. صافي كيف ما شفتوا معايا انا دهنتهم كلهم مزيان، هذا اللون هذا كيعطيهم واحد لا دوغيغ اللي هي زوينه. هنا درتهم لتحت كيف ما يعني الوسط تقريبا. صافي ومن بعد ملي طابوا لتحت شعلت عليهم الفوق. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال هاد المملحات اللي درنا بعد ما طابوا، خداو هاد اللون الذهبي زوين يعني ما محروقينش وعاوتاني ما طايبينش يكون ما طايبينش بزاف. كيف ما شفتوا معايا التحميره هي هذيك، زدت واحد شويه ديال الفرماج يعني غابي من الفوق وزدت لهم شويه ديال هذوك الاعشاب منسمه من الفوق. هذا هو هنا غادي نكون وصلنا لاخر لا فيديو. كيف ما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديال المملحات ديالنا، راهم كيجيو زوينين بزاف وسهلين بمكونات اللي يعني سهله واقتصاديين، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. كنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، اللي عجباتو يبارطاجي مع الاهل واحباب في المواقع التواصل الاجتماعي وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على